وقصة صادف صارت لي في موريتانيا. قلت للسايق أنا بسوق السيارة. وصلت لنقطة تفتيش، وقفني العسكري، قال أنت ليش ما تحترم القانون؟ قال مكتوب علامة قف، المفروض توقف عندها وترياني أنا أشر لك أتين. قلت له سامحني أنا غريب على هذه الدار وما أعرف القانون اللي عندكم. قلت له أنتوا كذي تعاملون ضيوفكم؟ قال الريال من وين؟ قلت له من الإمارات. قال وخرت والله يا مرحبا. حركت أول ما حركت يقول لي مندوب السفارة، يقول لي تعرف شو يعني وخرت؟ قلت له لا والله. قال هذه كلمة تعظيم لا تقال لأي حد. والله يا إخواني أني ما زيد على هذا الكلام. قال أنا يوم قلت لك هذه الكلمة قلتها من قلبي، غلاكم يا أهل الإمارات من غلا زايد، واللي سواه زايد الخير فينا ما ننساه طول عمرنا، واللي يسويه محمد بن زايد للحين قال نحن ما نعرف الرد اليمين. يا إله الكون ارحم من خذيته، يا إله الكون ارحم من خذيته، واسكنه جنات وانهار ومهاد.